أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا مملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. من أشهر ما قال أبو الطيب المتنبي في الفخر بنفسه وبشعره، وقد كان صاحب كبرياء وأنفة، شجاعا مقبلا على المغامرة غير هياب، يقوده طموحه إلى المعالي والمكانة وثقته في نفسه واعتزازه بتفوقه. فكتب في مدح الملوك والحكام وأبدع في هجائهم إذا ما جافوه بعد ود. المتنبي من أعظم شعراء زمانه، بل ومن أعظم شعراء العرب، واعتداده بنفسه قارب النرجسية، فكان أن قتله فخره. يقال إن أصحابا للمتنبي قد طلبوا نصرته قولا وقتالا، إذ بالغ في أذاهم ضبة الأسدي وكان قاطع طريق احترف السلب والنهب، فقال في ضبة هذا هجاء شديدا مطلعه: ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطبة، وإنما قلت ما قلت رحمة لا محبة. وبعد نحو عام، أي عام 354 للهجرة، كان المتنبي في طريق سفر قرب بغداد، ومعه نفر منه ابنه وغلام له. بلغ خبره فاتك بن أبي جهل الأسدي، وهو خال ضبة الذي هجاه شاعرنا، فخرج إليه وقطع عليه الطريق، وكان في جماعة من نحو 30 رجلا. فلما رأى المتنبي كثرتهم أدرك أن الغلبة لهم وطلب الفرار، فتصدى له غلامه قائلا: أتهرب وأنت القائل؟ الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فرد المتنبي مدركا مآله: قتلتني قتلك الله. وتقاتل الفريقان حتى قتل المتنبي وابنه وغلامه، ودرج في هذه الحادثة القول: البيت الذي قتل صاحبه.